عليكم، خليكم معايا تشوفوا الكادو تراس العام ديالي من بعد. المهم البنات، هذه هي يعني كيبقى داك الشيء ورا العشاء، كتبقى الروينه ورا العشاء، هذا الشيء اللي كاين. كنبقى نشوف في هذا الشيء وكنقول جاني نجمع لي هذا الشيء، كنشوف الكوزينه كي كتبقى. هو هذا الشيء اللي كاين البنات، كل شيء هذا الشيء خصني نجمعه. كي الدراري كيعاونوني كنحط، الصراحه الدراري كيعاونوني مش كيكونوا يحطوا الطبله، هما اللي كيحطوها، ولكن في الجميع ماما اللي خصها تجمع. هذه البطاطا البنات سلقتها، قسمتها على جوج وكررتها من الداخل وعمرتها بالبيشاميل ديال لي زابينار او بينار وبالكروفيت. يمكن لك تعمريها حتى بالكبده، انا درت الكروفيت، شتو كروفيطه فين كاينه. وهادو البريوات تاع المعدنوس واللوز والشعريه الصينيه، هادو كل شيء كيعرفوهم، هادو البريوات الاصيليين المغربيين. والفين كنصيبوهم ونديرهم في الثلاجه، سيجار كنصيبو من بريوات وسيجار بحال بحال. دونك هاد سميتها زوينه، هاد الماكينه هادي كتعمري حداك وكتخشي هادوك تما يطيبو، وفي ميمطو كتشوي فوق منها. هانتوما الكوزينه شنو فيها، يعني كنخلي الكوزينه كنقاد ليها الشغل. الصراحه باغا غير هاد الكراسه نعاودهم بالصباغه ونصيبهم، راني ما قما ساليت. شوفوا الكوزينه كيفاش كنخليها. حصلتوني، عافاكم اللي مساليه تجي تعاوني، الله يجازيها بخير. شوفوا دابا كوزينتي كي دايره، الصاله ديال الصالون ما كتجلسوش حلا اصلا ديما تما، سمحوا لي والله الا فيا الناس، ما كنجلسوش حنا ديما هنايا، حنا كنجلسو هنا قليل صراحه، لان الكوزينه متيسعه، الكوزينه كتهز 8 ديال الناس، يعني 8 بيرسون اللي كيتهزو طبلات الكوزينه هنا غير مره مره. في الصراحه انا كنجلس تما، شتي الكمبيوتر ديالي فين حاطه؟ انا تما كنحط الكمبيوتر وكنحط الكتوبه ديالي، انا ما كنطلعش البيرو الفوق، انا الصالون هو تاعي. المهم هالكوزينه جمعتها، شتو راه غير ربع ساعه جمعت كل شيء، النص درته في الحادقه والنص غسلته انا، الماعن النص درته من تما ماكينه الماعن، ايوا النص غسلته انا بيديا وساليت. عندي بزاف د الحويجات باغا نشاركهم معاكم، هاد الكراسه هادو خصني نبيرنيهم ونعاود نصايب ليهم مخدات الجلوس. دونك بقات غير هاد طبلات الصالون، هاد صالامونجي هادي هي اللي غادا نديرها صافي، نجمعها من بعد، نبدا نغوت، نبدا نغوت ينوض كلشي يجمع. الشي اللي كاين. المهم نشارك معاكم اللي غادي نبغي تصيبو، عندي واحد البرودوي ديال الفران واعر 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 بزاف، وديال لاطات ما تغسلي ما والو، غير ديريهم فيه وديريهم دلوي عليهم البلاستيك ومن بعد مسحيهم ونوضي بحالك، ديال المقالي ديال كلشي. المهم من بعد نوري، نبغي نغسل الفران تاعي نوريه لكم. ايوا هادشي اللي كاين البنات، ها هي كوزينتي رجعت نقيه، انا راه في الليل كنخليها قعد كنعس، ولكن في الصباح كتضل النهار كله هما الماعن كيتسقروا تما. هادشي اللي كاين، حنا مولفين كنجلسوا هنا، واخا يجي عندنا جوج الناس زايدين كنجلسوا هنا، وتا اللي زايدين لا كانوا لا كيجلسوا هنا في الكوزينه حنا. المهم البنات دابا انا جيت للكادو، سمحوا لي سمحوا لي على الكحه، جيت دابا للكادو. دابا رانا حيت الصوت مع ولادي كيتغاوتوا والتلفازه خدامه، وهادشي علاش حيت الصوت. دونك انا فرحانه ومفاجاه، يعني كنقول شنو هو الكادو، يمكن جاب لي شي حاجه خصاني، انني داك العام جاب لي الكادو، جاب لي الكادو مدوبل، جاب لي السلسله وواحد الطوين جات، وما بغيتش نوريهم مازال مع البنات حشومه، ما يعني واحد ما بحالو شي موت بالجوع وواحد يتفيش عليه بالكادوات. المهم انا ما كيعجبنيش داك السطون وصافي، بحال داك الشيء ما كيعجبنيش. المهم البنات هاد الشيء اللي كاين، دونك انا كنت محتاجه هاد الكسوه بزاف، يمكن خطاها لي من امازون، انا قيستها جاتني صغيره، انني كنت كنمشي نتريني غير في السروال
وحنا راه كل عام كتدوزي الامتحان ديال الكاراتيه وكتاخدي عليه عطاك صمتة. دونك انا يلا دخلت هاد العام. الصراحة انا هاد الرياضة ما كنتش باغاها، غير جات قدامي، جات ضروري. قال لك الابات الولاد الامهات ولا الاب يمشي يتريني مع الدراري، وكان مشى هو يتريني وما قدرش، قال لك ما بغاش. وانا كنت بغيت رياضة اخرى، انا كنت بغيت التنس، ما نكذبش عليكم، انا كنت بغيت ندير شي رياضة التنس، ولكن ملي جات هذه حتى هي مزيانه. دونك انا راه دوزت شحال من حصه وحصه، ولكن ما كانش عندي الكسوه، انما ما كايناش في السوق. وحتى الكاراتيه كيقول لك سيري خديها من امازون، يعني دومونديها. دونك كوميم شي حاجه اللي هي محتاجاها، جي نديرو التراكسي ونجربها. راه جاتني الكسوه صغيره، كنحس بها صغيره، وخا طيام هاد الرياضة هادي كتبغي تسخينات، خصك تكوني سخونة بعدها، إن مزيانة لوسان، مزيانة البزازل، غنقولوها نيت بالدارجة، مزيانة البزازل، مزيانة الكرش، هادشي اللي كاين البنات. المهم أنا كنت محتاجة هادي، هادشي اللي بغيت نقول لكم. المهم سترت بيها روايتي. راني كنت كنتريني غير في السروال واحد التيشورت، انا نجر فيه وهو يطلع، والحمد لله. ومعنا الدراري، معنا العيالات عير، انا هي الثالثه والاخرين مع خمسه ديال الدراري. المهم البنات، الوحده تمر شي حاجه في الحياه ديالها ما كتدياش في السن، كبير لا راه صغير، لا راه كبرت، لا راه فاتني الكار، لا راه دازتني، لا، خصك تعيشي الحياه مادام بقى فيك النفس، ومادام بقى تحركي خاصك تعيشي الحياة وتبروفيتي فيها كيف ما هي كاينة، ما تبقايش تردي عليها وديري شي حاجة في الحياة ديالك. هادشي اللي دي. لكم سنة سعيدة، ان شاء الله تحقيق الامنيات تكون ما تبنيتو. بيز بيز.